من رحم المعاناة يولد الأمل. مصنع للمنتجات الأمريكية فقط أسسه مارك أندول تعويضا عن خيبة إغلاق ورشة لحم المعادن الخاصة به في خضم الأزمة العالمية سنة 2008. تقلص عدد الموظفين من 70 موظفا إلى 30، وسرحت فعليا ما يقرب من 40 موظفا معي وأفراد عائلتي وأشخاصا ساعدوني في حياتي. كانت أصعب أوقات حياتي، ولكن والدي قال لي سيتفهمون. رغم الصعوبات، إلا أن مارك كان يؤمن بالحلم الأمريكي، وبعد فترة وجيزة من الأزمة افتتح متجره الأول Made in America، ولديه الآن 6 متاجر أخرى في جميع أنحاء البلاد. في بعض الأحيان يصفونني بالجنون، أنا أسميه الشغف. حصلت على الكثير من الشغف للوصول إلى ما أنا عليه. عندما افتتح المتجر في عام 2010، كان هناك عدد قليل جدا من الأشياء على الرفوف، والآن بعد 8 سنوات يعمل مارك مع 500 شركة ويبيع ما يقرب من 7000 منتج أمريكي صنع. خطاب المصداقية نضعه مع حزمة المنتجات التي نحتاجها نرسلها لهم ليؤكدوا لنا أنها 100% أمريكية الصنع. الكثير من الأمريكيين يرغبون في شراء منتجات أمريكية الصنع، ويفضلون شراء السلع الأرخص والأكثر جودة، وهذا يجذب المتسوقين في متجر صنع في أمريكا. ولكن الكثيرين يريدون ببساطة رؤية الرجل الذي حول حلمه إلى حقيقة. كثير من الناس لا يدركون أن الملابس يصعب العثور عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد تم التخلي عن صناعة النسيج، وهو ما قمت باستغلاله وحققنا فيه نجاحا حقيقيا. وإلى جانب بيع المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة، خلق مارك فرص عمل للشباب بعد تدريبهم. لا أعتقد أننا نستطيع تنمية الاقتصاد ونحن لا نملك المهارات، لدينا نقصة. لقد حاولت في نهاية العام الماضي توظيف الكثير، ولكن لم أستطع العثور على الأشخاص، لذا علي تدريبهم. عمله الشاق وتصميمه على جعل إنجاح فكرة متجره صنع في أمريكا جعله مثالا لكل طموح يحلم بالنجاح.